السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. بالصحة والسلامة. أعرف على حضرتك؟ أخوك ياسر صديق حسين، عضو مجلس أمناء الثورة ورئيس الجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حضرتك النهاردة مشارك في الإفطار اللي على مائدة الرحمن بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن. طبعا وجود الشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا وفي الوضوع في الوضع ده لا يرضي أي إنسان بالظروف اللي احنا فيها، وخاصة بعد الحرية. ما ينفعش الشيخ عمر عبد الرحمن بعد ما تكون مصر حرة يكون هو مش حر. إذا كان الدكتور عمر عبد الرحمن في السجن فأصبح كل المصريين في السجن، دي إهانة، إهانة لمصر، إهانة لكل الإسلاميين، وإهانة لكل جماعة المصريين. إن قامة زي الدكتور عمر عبد الرحمن تكون موجودة في السجون الأمريكية وإحنا هنا بننعم بالحرية. طالما مصر نعم ربنا أكرمها وأنعم عليها بالحرية، فكل المواطنين الشرفاء وكل القامات الكبيرة وخاصة زي الدكتور عمر الرحمن لازم ينعم بالحرية اللي احنا عشناها. مفيش أي سبب مسوق ولا قانوني ولا بشري ولا إنساني ولا حقوق إنسان ولا أي حاجة من اللي بيتكلموا عليها تستدعي الدكتور عمر الرحمن يكون في السجن. هل مجلس أمناء الثورة يتقدم بطلب رسمي للمجلس العسكري بإعادة الشيخ عمر عبد الرحمن؟ هو ده كمان اسمها الثوره. احنا كدكتور صبحي حجازي هو بيتحدث في النواحي اللي ديت في الموضوع ده، وان شاء الله دكتور صبحي هيقول راي المجلس النهارده في الحفل الافطار باذن الله، وايه الخطوات المناسبه اللي احنا نقوم بيها ان شاء الله في الموضوع ده باذن الله. العفو. اتفضل. عارف نفسك. بلال عبد الله حامد. بلال حامد، مجلس امناء الثوره. والله وانا يعني حتى يعني بواجه الدعوه ديت لكل المعارضين للدكتور عمر عبد الرحمن فكريا، انا بقول لهم نحن نرفض محاكمه او سجن اي مصري خارج بلاده، حتى وان كان كما يزعمون انه فعل جرائم كذا وكذا او حرض على كذا وكذا. فنحن كمصريين نأبى ان يحاكم اي مصري الا امام قضاء العادل، قضاء المصري. نرفض أي وصاية أجنبية على القضاء المصري أو على أي مصري، مش نرفض وجود أي مصري خارج البلاد. وندعو المجلس العسكري للدعوة أو للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وقدومه إلى مصر، وبعد ذلك نرى في أمره ما نرى أو ما يرى. كذلك الدكتور وجدي غنيم لا ننساه في منفاه في اليمن، فنحن أولى بعلمائنا من أي أحد من آخر. يعني جاي مشارك النهاردة في الإفطار بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن. والله إحنا كجيل لم تتح لنا الفرصة إن إحنا نرى هذا العالم الجليل رؤية العين، فشرف لينا إن إحنا نشارك بقدر الإمكان في فك قرض الراجل الطيب دوت، اللي للأسف النظام السابق البائد نكل به وبجماعته وبأسرته وبفكره. هذا الرجل يستحق منا كل تقدير واحترام، وإذا كان الرجل قد حرم من المشاركة في ثورة مصر هو من الكوادر التي شاركت في الثورة بفكرها وبنضالها الشريف. إن شاء الله رب العالمين ربنا فك أثره، ربنا فك أثره.